كشف مراقب الشرطة ومدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني السيد معكوف زين الدين الملتقى الجهوي حول النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديوهات المنظم بوحدة حفظ النظام بوهران عن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتعميم كاميرات المراقبة بمختلف الشوارع والأماكن العمومية عبر مختلف ولايات الوطن. وقال مراقب الشرطة أن نظام المراقبة بولاية وهران سيكون عمليا خلال العام الجاري، وسيكون مربوطا مباشرة بمركز القيادة والسيطرة بالمديرية العامة للأمن الوطني. المشروع ستستفيد منه 12 ولاية بالغرب الجزائري التي كانت حاضرة بالملتقى الجهوي حول النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديوهات. كما جاء في كلمة المدير الوسائل التقنية والفيديوهات التي تم عرضها، فقد ساهمت كاميرات المراقبة في الكشف عن عدد من الجرائم والسرقات والتجاوزات، وهو ما عاد وسيعود بالأمن والهدوء والسكينة على حياة العامة للمواطنين. والملتقى حضره مراقب الشرطة ورئيس أمن ولاية وهران السيد نواصري صالح والمفتش الجهوي لشرطة الغرب السيد محمد السعيد ولي ولاية وهران السيد عبد الغني زعلان، الذين اعتبروه بمثابة خطوة أساسية في محاربة الجريمة المنظمة بكل أنواعها وأشكالها والمساهمة في توفير الأمن والاستقرار. عملية ربط مباشر لكاميرات المراقبة من الجزائر العاصمة وبالمطار الدولي ولبومدين والملاعب، والذي بين مدى قدرة في التحكم في التقنيات المتطورة. السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني على رأس هذه المؤسسة العريقة أنه لانفستيسمون فلون، سيتادير كما يقولوا شيء جميل جدا أنك تقتني تقنية، لكن الأجمل من في ذلك أنك لا ميتريز، يعني أنك تتمكن من التقنية هذه. التمكن هذا ما يجيش هباء من ثراء هكذا، وإنما يجي من خلال عملية تكوينية. السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني أنه بدأ في هذا المجال، والحمد لله عندنا مهندسين على موزعين على المستوى الوطني، المستوى الجهوي، المستوى نوصل حتى المستوى المحلي. تبقى دونك هذا سي لا بارتي تكنيك لادمينستراسيون اكسيتيرا، وتبقى الممارسه لا فيزياليزاسيون سي دي زوبيراتور سامبل اللي بطبيعه الحال راح نفورميهم، وبالتالي ما كاينش اشكال في هذا المجال نهائيا. توزيع المورد البشري التقني راه موزع بشكل محكم طبقا لتعليمات السيد اللواء المدير العام الوطني، بدايه على شكل هرمي، بدايه من المستوى المركزي مرورا الى المستوى الجهوي، وحتى نوصلوا لاخر نقطه كومبوزيسيون تاع لو سيستيم، وحدد بدقه ايضا المواقع تاع الكاميرات هذه، وذكر جيدا بصراحه بانها تكون في الساحات العموميه، الساحات مفتوحه للجمهور، كاي شخص واحد عنده سمارت فون يصور في ساحه عموميه حاجه عجبته يصورها، دونك كلها موضوعه في الساحات العموميه. اضافه الى ذلك قلنا ان الجهاز عنده امكانيه تاع حجب، اذا كانت كان عندنا امكانيه باش نحجبه، دونك كل الامور المتعلقه بحقوق الانسان، المديريه العامه للمواطنين راهي السباقه في تكريس هذا المبدا في حقوق الانسان منذ ازمن كبير، وزاد جات كرسها السيد اللواء المدير العام الوطني بادخال تكنولوجيا الاعلام والاتصال في هذا المجال، لا سيما لاحظتوا داخل قاعه توقف للنظره شفتوا العمليه وين زادت كرست امور حقوق الانسان، وبالتالي هذا الاشكال مش مطروح لان كل الكاميرات موجوده في الساحات العموميه. اجابه على السؤال تاعك في خصوص القرصنه، احنا الشبكه اللي نعتمدوها شبكه ارياف بصريه خاصه بالمديريه العامه الوطنيه، ماشي ما هي مربوطه بالانترنت ما هي هكذا، وبصفه عامه نجاوبك ان كل الاجراءات تمت في هذا المجال. كاين الجزائر العاصمه البليده كونستانتين غردايه، وفي القريب العاجل عندك عندنا سيتيف، وعندنا بوسي اوبيراسيونال، دونك عندنا سبع ولايات، وعندنا وهران ان شاء الله راهي في اواخر يعني اون كور دو فيناليزاسيون وضع الكاميرات بالنسبه للولايات الاخرى يعني رانا ماشيين في الدراسات، راهي يعني في اواخر الدراسات تاعها، وان شاء الله يكون يعني دون لي ميو. من ولايه وهران نقولوا احنا نقدر نقول لك بلي العمليه راهي تسمى قيد الانتهاء ان شاء الله، تكون في القريب العاجل ان شاء الله. حددتوا عدد كم الكاميرات في وهران الحاجه؟ العدد نقول لك العدد هو احنا عندنا مبدا هو اننا نغطيو تغطيه امنيه شامله، هذه التغطيه الامنيه الشامله تكون باش تكون باتجاه المواطن، ما
معناتها نعتمد ايضا اولا على الافراد نتاعنا في الميدان، تحديد مواقع الكاميرات بالاعتماد على الاوبيراسيونال، هو اللي يقول حط لنا كاميرا هنا دير لنا هكذا كذا، يعني به حسب لوطو كريميناليتي حسب الحاجه المليحه للاشياء هذا. ونعتمد ايضا على الاحصائيات اللي تجينا على 1548، اذا كان يعني احنا شهريا نديروا يعني تقييم للمكالمات الهاتفيه، يعني كيشوفوا مثلا كم هائل جاي من مناطق معينه، من منطقه معينه في ولايه، اننا يعني تم نترجموا مباشره بصفه اليه يعني نقاط المراقبه في هذا المجال، نشوفوا عدد الكاميرات مرهم بتغطيه شامله.